التي 2 ويتنج بقى بنفس الطريقه بالظبط. احنا في عندنا برضو، لو في عندنا تو تيشوز مختلفين، واحد بيريلاكس بتي 2 ستار معينه، واحد بيريلاكس بتي 2 ستار ثانيه، زي ما احنا شايفين كده كل واحد فيهم بيبقى له ديفرنت كيرف. لو انا خدت تي اي صغيره بلاقي ان الكونتراست بينهم ده صغير جدا. لو انا خدت تي اي تي بتاعتي بتساوي صفر اكشوالي، يبقى هما الاثنين زي بعض بالظبط. اوكي، انما كل ما زودت التي اي هلاقي الفرق بينهم ده كبر قوي. اوكي، فمعنى كده ان احنا كل ما كبرنا قيمه الايكو تايم بتاعنا تي اي، كل ما كان عندنا تي 2 ويتنج، او كل ما كان عندنا تي 2 كونتراست. اوكي، نفس الفكره بالظبط اللي احنا عملناها في الايه، في التي ار. الفكره بقى بتاعه برضه التي 2 ان احنا عندنا دي ديبندنت على التي اساسا. فمعنى كده لو انا خدت لونج تي اي هيبقى في عندي تي 2 كونتراست او تي 2 ستار كونتراست ريجاردلس التي ار بكام. يعني ممكن ان انا لو انا اتكلمت عن ان عندي لونج تي اي وعندي شورت تي ار، هيبقى عندي في الاولانيه نتيجه ان عندي لونج تي اي هيبقى عندي تي 2 ستار كونتراست، ونتيجه ان عندي شورت تي ار هيبقى عندي تي 1 كونتراست، ويبقوا الاثنين مع بعض موجودين، يبقى في كومبينيشن بقى، يبقى في ميكس كونتراست. كويس، ما ينفعش ان اقول مثلا ان هي هتبقى كده هي هتبقى كده، لا، ممكن يبقى في عندي الاثنين مع بعض في نفس الوقت، وممكن الاثنين ما يبقوش موجودين خالص برضو، يبقى الاثنين مش موجودين لا في ده ولا في ده. فعامه احنا بنبص على تي اي عشان نعرف اذا كان في تي 2 او تي 2 ستار كونتراست، وببص على التي ار عشان اعرف اذا كان في عندي تي 1 او يعني كونتراست موجود عندي في الصوره بتاعتي.